السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك للفيديو ليصلك كل جديد. تابعوا الفيديو للنهاية لمشاهدة الهدف. سعيد بن رحمة يسجل هدف جميل من تسديدة قوية لم يراها الحارس. تألق الجزائري سعيد بن رحمة نجم ويست هام يونايتد بشكل لافت في مباراة اليوم ضد فريق واتفورد في إطار الدور الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء، وسجل السعيد بن رحمة الهدف الثامن بطريقة رائعة إثر تمريرة من زميله أنطونيو ليحرز بها هدف التقدم لصالح فريق ويست هام. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.